أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج ترياق. الحياة مليئة بالمواقف التي تتطلب ردود أفعال معينة. بعض ردود الأفعال هذه تحتاج التروي والانتظار والتفكير قبل تنفيذها، والبعض الآخر لابد أن تكون سريعة وفورية، وخاصة إذا تعلقت بحياة الإنسان أو صحته. كمثال على ذلك، الإسعافات الأولية أعزائي المشاهدين عبارة عن عناية طبية فورية مؤقتة تقدم لشخص مريض أو مصاب من أجل النهوض بحالته الصحية إلى مستوى أفضل، وذلك باستخدام مهارات وأدوات بسيطة. حلقتنا لليوم في برنامج ترياق راح تكون حول الإسعافات الأولية، وراح نتطرق لبعض المواقف ونركز على التصرف السليم والصحيح اللازم اتباعه في مثل هذه المواقف وغيرها. أولى فقراتنا تقرير حول هذا الموضوع، تابعوا ولنعود بعد ذلك. عدنا إليكم مجدداً أعزائي المشاهدين ومع فقرة ضيف البرنامج، وضيفتنا في حلقة اليوم الدكتورة سكينة بنت عبد الله اللواتية، طبيبة الطوارئ بالمستشفى السلطاني بمسقط. أهلاً وسهلاً بك دكتورة، نورتينا، شاكرين أنك تواجدت معنا. شكراً، أنا للشرف أني أكون ضيفة الحلقة. تشرفينا، شكراً دكتورة. دكتورة، شفنا في التقرير بعض الحالات الطارئة وكيفية التعامل معها، كأمثلة ننصح فيها السادة المشاهدين بالتعامل واتخاذ الممارسات الصحية الطبية الصحيحة. راح يكون حديثنا خلال الدقائق القادمة امتداد للتقرير، وبيكون بطريقة عملية بأن نوضح ونذكر بعض الحالات الأخرى اللي من خلالها نفيد المشاهدين بإذن الله تعالى بكيفية التصرف الصحيح. أولا نأخذ على سبيل المثال، وهذه تحصل كثير في مواقع العمل وأحيانا حتى في البيوت، بس أكثر في مواقع العمل، إذا تعرض أحد العمال أو أحد الأشخاص لجرح كبير في إيده على سبيل المثال ونزف بغزارة، كيف يتصرف هو أو كيف يتصرف الناس اللي حواليه من زملائه؟ طبعاً مثل ما ذكرت أن هذه الحالة كثير شائعة، وأكثرها يعني أغلبيتهم المرضى اللي يعانون من هالجروح يكونوا أكثرهم من العمال. نعم. من مختلف الجنسيات اللي يشتغلوا بالمصانع والشركات.
بالنسبة للموضوع أو السيناريو أنه يكون في جرح عميق، أول خطوة اللي لازم سواء الشخص المسعى بيسويها اللي هو أن الوقاية، يعني بالنسبة وقاية نفسه، أيوة يحمي نفسه، لأنه أنت ما تعرف الشخص اللي منجرح والدم، لأنه في أمراض معدية تنتقل عن طريق الدم. صحيح. كثير من الحالات من مرات من التوتر والذعر يروح الشخص على طول يحاول مثلا يضغط على الجرح او يحاول يبداوا بالخطوات الاسعافات وما ينتبهوا ان هم ما لابسين مثلا القفازات، شيء بسيط جدا ممكن يعرضه هو للخطوره، خصوصا ان القفازات متوفره في اماكن العمل عادة. بالضبط يعني نعم. ففي علبه الاسعافات الاوليه اساسا مع القطن والشاش يكون متوفر القفازات، فالشخص المسعف المفروض يلبس القفازات اولا، وبعدها اذا كان الجرح عميق من دون اله حاده فقط يضغط على الجرح سواء بقطن شاش او قماش وينقل المريض لاقرب مؤسسه صحيه. اما اذا كان الجرح عميق وفي اداه حاده، كثير من الناس تغلط هالغلطه انها تروح تسحب هالاداه الحاده، اذا سحبت الاداه الحاده هذا احتمال يؤدي الى قطع كامل للشريان، ومنها يعني كثير احنا شفنا حالات جتنا بالطوارئ للاسف اضطرينا يعني المريض ادى يعني ادت الحاله الى البتر نعم. لانه انقطع الشريان كامل. فإذا في أداة حادة يفضل أن يتجنبوا أن يسحبوها ويأخذ المريض لأقرب مؤسسة صحية، أما إذا ما في أداة حادة مجرد ما يضغطوا عليها يعني ويظلوا ضاغطين لحد ما يوصل الإسعاف أو يوصل المؤسسة الصحية. واضح دكتورة. من السيناريوهات الثانية اللي يعني قد تكون ولله الحمد مش منتشرة بشكل كبير، لكن على الأقل نسمع بها بين الفينة والأخرى، اللي هي الحرائق. ومن الحرائق أنا بذكر إذا صار على سبيل المثال أحد أفراد الأسرة شم ريحة غاز أو دخان يخرج من أحد الغرف أو من المطبخ على سبيل المثال، كيف تنصحي هذا الشخص بالتصرف؟ طبعاً للأسف الشديد في الأونة الأخيرة كثرت هذه الحالات والأحداث، أن خاصة مثلاً الأسرة تكون نايمة وفجأة نسمع بخبر وفاة الأسرة. نعم للأسف بأكمل نعم. للأسف الشديد هالموضوع يعني المفروض يفهموه الأسرة أن هذا الغاز أساساً لا ماله لا رائحة لا طعم لا لون. بعض الشركات إذا خاصة مثلاً رب البيت إذا شم ريحة هذا ريحة، لأنه في شركات تحط مادة لتكون مثل منبه. أيوة. أنه في غاز متسرب، يعني الرائحة من دواعي السلامة نقدر نقول ممكن تقريباً، ولا هو من الأساس يعني لو تشوف المادة الكيميائية نفسها الغاز ما فيها ريحة، الأكسيد الكربون يسموها كربون مونوكسايد، يعني ما فيها رائحة لا طعم لا لون. يعني قبل لا أتكلم شو المفروض رب المنزل يعمل، لازم يفهموه أن هذا الغاز شو يسبب. صحيح. هذا الغاز يقوم بالتخدير الجسم كامل ويسمم الجسم بحيث أنه يوقف الأعضاء الحيوية الأساسية اللي هو التنفس. فأول ما يتوقف التنفس طبعاً ما يكون أكسجين لا بالدماغ لا بالقلب، فيؤدي لحالات وفاة. ففي حالة الأم إذا شمت ريحة الغاز أول شيء تسويه لازم تفتح شبابيك التهوية، شيء كثير مهم أنها تفتح التهوية حتى يخرج الغاز يخرج الغاز، وبعدها إذا في أي من صمامات الغاز مفتوحة لازم تسكرها. الشيء الثالث تمتنع يعني بشكل يعني امتناع كلي أن تستخدم أي مادة وأداة اللي تسبب اشتعال الحرارة، لأنه ما نعرف الغاز لأي درجة بالضبط يعني منتشر. نعم. منتشر. وحتى السويتش إذا مفتوح ما تسكره ولا تفتحه، لان هذه اداه كهربائيه مصابيح ممكن الكهرباء ايوه يعني مصابيح الكهرباء لانه ممكن تؤدي الاشتعال. واذا حسيت ان الريحه قاعده تستمر اكثر تاخذ هي وعيالها يطلعوا برا على البيت، لانه مثل ما خبرتك ان هذه شوي ممكن تخدر الجسم وتؤدي الى تسمم. نعم. فلازم يطلعوا يعني من المنزل، وبعدين لازم يتصلوا بالاطفاء او الجهات المعنيه وهم بعدها يجوا يشسموا. واضح دكتوره. في حاله تطور او تطورت هذه الحاله او في حاله مختلفه حتى في حالات الحريق لا سمح الله، فإذا كان في شخص على سبيل المثال في جزء من جسمه محترق وهو أمام فرد آخر من أفراد الأسرة، كيف يتصرف معه؟ طبعاً الحرق نفسه يختلف من الدرجات، في درجة أولى درجة ثالثة، طبعاً الثالثة تعتبر أخطر درجة لأن تتلف العصب أو توصل ممكن للعظام. في حالة وجود الحريق طبعاً أول شيء لازم يحمي نفسه، نرجع ونركز على الوقاية. الشخص المسعف أيوة المنقذ المسعف لازم يعني ما يروح يعرض نفسه للحريق إذا المكان يعني مثل ما يقولوا سكيور ما يعني ما غير آمن غير آمن. فأول ما يتأكد أنه المكان آمن بالنسبة له يأخذ الشخص أول شيء لازم يعني يطلع من مصدر تعرض للحريق، يعني يبعد الشخص من المصدر. نعم. بعد هذا طبعا إذا في أي قماش ما مكان الحريق حوالين الحريق إذا فيها مثلا أي هذا لازم يعني
يشيلوا القماش وكذا، الملابس يعني بشكل عام، بس قطعة القماش اللي موجودة على الحريقة نفسها ما يشيلها، لأن هذا احتمال تؤدي لدمج الجلد. في حال وجود ساعة أو خاتم فيفضل أن يأخذوها، لأن المكان الحريق بسرعة ينتفخ، قد يؤدي النفخ وممكن يسكر على مثلا الخاتم، بيسكر على الأصبع، فمفروض الأدوات هذه يأخذوها. الخطوة الثالثة الأهم أنه يحطوا سكب الماء، سكب الماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وإذا كان في حالة أن الحريق بسبب شيء مادة كيميائية 20 دقيقة، وبعد نقلها لمؤسسة صحية أو هي مستشفى التي تتعامل بالحرائق. وإذا كان الحريق العادي نتيجة احتراق ربع ساعة، 10 دقائق ربع ساعة الماء، لين ما يوصل الشخص للمؤسسة الصحية اللي هو مثلا مؤسسة الحروق، المستشفى اللي تختص بحالات الحروق. في حالة دكتورة عدم توفر الماء في ذيك اللحظة وهو يشوف قدام الشخص قاعد يحترق أو جزء منه يحترق، ففي مثلا في بعضهم يصحوا والله حط عليه قطعة قماش كبيرة لأساس تمنع الأكسجين أو حاجة؟ طبيا يعني ما في دراسات أثبتت أن هذا الموضوع يعني ممكن يساعد على كثر من الماء، حتى في دراسات في ناس بعد تأخذ ثلج وتحط. أيوه. هذا بعد غلط، لأنه مثل ما النار يحرق كذلك الثلج تحرق ببرودتها، فإذا الجلد يعني من أول مثلا منتهي يعني أو أنه محترق كامل تروح تحط عليه الثلج، هذا ممكن يؤدي إلى جروح أعمق. فكدراسات يعني عالمية وأبحاث تنصح بالماء، طبعا ما يكون أكثر أوقات متواجد يعني، هو لمدة ربع ساعة ل 20 دقيقة الماء، وينقل المريض المفروض المؤسسة. هل تنصحين انه يرش عليه هذه الطفايات الحريق على الشخص؟ يفضل لا، لان خاصة اذا كان الحريق اول شيء خانقة، وغير هذا لو كان الحريق ناتج من مادة كيميائية وانت ترش ممكن يصير يعني تفاعل اكثر. واضح دكتورة. بالنسبة دكتورة الحوادث أجارنا الله وإياكم اللي نشوفها ونسمع بها بين الفينة والأخرى والوقت الآخر، قد تكاد تكون بشكل يومي، لما يمر مجموعة من الشباب على سبيل المثال وقدامهم حادث صاير وشخص ملقى على الأرض، وخاصة إذا كان يشتكي من آلام في الظهر أو في الرقبة، يعني هنا في بعض الاحتياطات لابد من القيام بها، فشو تنصحين الناس أو السادة المشاهدين بالتصرف أو السلوكيات الصحيحة اللازم اتباعها؟ طبعا للاسف الشديد يوميا احنا نشوف حالات الحوادث يعني، وكثير من الحالات احنا شفناها ان غرض الناس يساعد المريض، بس للاسف يعني ممكن يزيد المشكله. بالضبط، يزيدون المشكله. ليش؟ لانه الحين اولا طبعا انا في كل سيناريو برجع بركز ان الشخص يقي نفسه، لو حادث لا قدر الله في منه تسرب غاز او في حريق ما تروح تعرض نفسك للخطر، بدل المريض بيصيروا مريضين. في حال إذا تأكدت أن المكان آمن، يفضل طبعاً في هذه الحالات ألم في الرقبة معناته في مشكلة بالفقرات والأعصاب المحيطة، فأي حركة بسيطة ممكن تقوم بقطع هذه الأعصاب وتؤدي إلى تلف كبير وينتهي إلى شلل كامل يعني. وشفنا حالات للأسف الشديد بالطوارئ أن أدت إلى شلل كامل أو شلل نصفي. ففي هذه الحالات طبعاً يتصلوا في إسعافات هذا اللي هو على رقم 999 تسعة أربع مرات، وهم لأنهم مدربين عندهم خاصة الأدوات والمعدات اللي تكون سليمة لنقل المرضى، لأن في طريقة عشان بس نوضح للسادة المشاهدين طريقة خاصة بنقل وحمل المصابين بهذه الطريقة، وفي شيء يعني نسميه بالضبط الحماية اللي يسمونه سي كولر، هذا يكون حماية تحمل فقرات العظام. في حالة إذا صار يعني حاليا يعني ما شاء الله يعني بالنسبة لعمان متوفرة هذا EMS متوفرين كل الأماكن، بس في حالة إسعاف الشرطة إسعاف أيوة، بس في حالة إذا ما مثلا شافوا أن ما في مجال أو أن الموضوع يطول فيتوجب يعني أثناء نقل المريض يعني الحرص الشديد، ففي مثلا يثبتوا حد يعني يثبت راسه وشخصين يمسكون الظهر بحيث يحاولوا قدر المستطاع يقللوا من حركة الفقرات، لأنها كثير إذا شوية ممكن تسبب وأن ينقلوا بحركة واحدة بالضبط ومع بعض يعني مع بعض بحلقات مختلفة. صحيح. نعم. أي كلمة أخرى دكتورة ممكن تخبري أو تنصحي السادة المشاهدين بشكل عام، أو كلمة ختامية تنهين بها حديث الشيق هذا؟ طبعا يعني هو حالات طارئة متواجدة في كل مكان. بركز أن قبل ما تروح تساعد الشخص لازم تتأكد أن أنت ما بتضر نفسك، هذا إحنا حتى في الطوارئ كدكاترة إذا جينا حالات وإذا نحس في خطورة حالنا إحنا أول شيء نقي نفسنا، مثلا نلبس الماسك والقفازات يعني، فأول شيء الوقاية خير من العلاج، فلازم الشخص يقي نفسه ويشوف على حسب الظروف قدر المستطاع اللي هو يقدر يساعد، وفي جهات يعني خاصة تقدر تتدخل وتساعد يعني.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة، والله يسلم والله يحفظ الناس في أماكن عملها وفي بيوتها وفي الشوارع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة. أعزائي المشاهدين، نتقدم جزيل الشكر لضيفتنا اليوم في البرنامج دكتورة سكينة بنت عبد الله اللواتية، كانت معنا خلال الدقائق الماضية. الدكتورة سكينة هي طبيبة طوارئ بالمستشفى السلطاني بمسقط. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا. أما أنتم أعزائي المشاهدين فأترككم مع فاصل قصير ولنا عودة، فابقوا معنا. غرفة الطوارئ هي القسم المعني بتقديم العناية الفورية للحالات الطارئة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والكسور وغيرها. يقوم الممرضين بتقييم وتصنيف الحالات ما إذا كانت تستدعي العلاج الفوري أو يمكن تأجيلها لبعض الوقت، لنتعاون ونعطي الأولوية للمعاينة الفورية. أعزائي المشاهدين، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. أحيانا أمور بسيطة تساوي حياة، والسر يكمن في الثقافة. لابد أن نثقف أنفسنا وننتقي ما نتثقف به، وخاصة إذا تعلق الأمر بحياتنا وحياة من حوالينا. حفظكم الله أينما كنتم ودمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.